تمام. هو الراجل ده هو جاله وجع في جنبه زي اي حد، راح عمل اشعه تلفزيونيه طلع فيه حصوات. الاشعه التلفزيونيه ما بتحددش بالظبط حجم الحصوه، ما بتحددش بالظبط نوع الحصوه، ما بتحددش بالظبط كثافه الحصوه، وما بتديش الشكل التشريحي للحالب. يعني ما بتقولكش مثلا الحصويه دي موجوده هنا فتحتها الحالب، الحالب واسع، الحالب ضيق، ممكن يبقى المريض ده عنده اصلا عيب خلقي في الكليه وما يبانش في الاشعه التلفزيونيه. فلازم بمجرد ما انت شفت طيف الحصوه دي في الاشعه التلفزيونيه او شكل الحصوه دي في الاشعه التلفزيونيه، على طول الخطوه التشخيصيه الديفنت بقى اللي هتدي لك نتيجه لازم تعمل الاشعه المقطعيه اللي هي السبايرال سي تي. الاشعه المقطعيه دي بتدي لك الحجم بتاع الحصوايه، نوعها، كثافتها، واهم معلومه بتديها لك الشكل التشريحي الوضع بتاع الكليه والحال. فبتقدر تبني بقى على كده توقع هل الحصوايه دي ممكن تفوت بالعلاج ولا لا، هل الحصوايه دي ممكن تدوب اصلا بالعلاج ولا لا. طيب هو عمل الاشعه والدكتور قرر انه يحط له دعامه، تمام ماشي جميل، بس الدعامه دي مش حل. الدعامه دي بتتحط يعني انقاذا لموقف معين، يعني انا بحط الدعامه علشان الكليه دي كانت داخله على مرحله من الضرر لحد ما انا احط حل ديفينت او حل نهائي للحصوايه. حضرتك سبت الدعامه دي 6 شهور، كان لازم بقى في ال6 شهور انت عملت ايه للحصوايه؟ يعني انت في 6 شهور انت الدعامه دي محطوطه 6 شهور